السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا درس جديد وهو العمليات على الأعداد النسبية. طلاب، اليوم عندي العمليات على الأعداد النسبية. شوفوا طلاب، أول شيء عندي توحيد مقامات. هنا أنا ما يصير أطرح يوبل، لأن عندي توحيد مقامات. هنا أنا 5 على 4 يساوي 11 على 6. هنا اقدر احلل واقدر اختصر الحل، اقول على 6 تقبل القسمة على 2، على بيها ايش قد؟ 3، مو صح لو لا؟ على 3 بيها 1. من اجي احلل الاربعة، الاربعة هم يعني طلاب، اجي احلل الاربعة، الاربعة تقبل القسمة على 2 بيها 2 على 2 بها 1، فمن كل 2 اخذ وحدة اللي هي 2، هاي 2 تنزل وهاي 3 تنزل، يعني 2 في 3 في 2، 2 في 3 6 في 2 12. المقام الجديد راح شو يصير؟ 12. المقام الجديد صار عندي 12، فهسه اجي اقسم هاي 12 تقسيم 4 بها 3، يعني هذا راح يتقسم على هذا وينضرب هنا، هذا يتقسم على هذا وينضرب هنا، يعني 12 تقسيم 4 مضروب الباقي ماله ينضرب هنا. فنجي نقسم 12 تقسيم 4 بها 3، 3 في 5 15، مو صح لولا؟ الإشارة تنزل. 12 تقسيم 6 بها 2، 2 في 11 22، 22 اوكي طلاب. وهنا راح يصير المقام 12، وهنا 5 تروح 2 بيها 3، ويصير هذا الحل. لا غلط، لازم شو اقول؟ 22 ناقص 15، 2 تروح 5 يصير، لا دائما منا 1، وهنا راح يصير 12، 12 تروح 5 ايش قد تبقى؟ راح تبقى عندي 7. اوكي 1 ناقص 1 0، والاشاره تكبر شنو؟ سالبة. فهنا راح اخلي الاشارة تشبير سالبة. السؤال اللي بعده طلاب اللي هو 8 و7، اذن لو اجي احللهن، 8 تقبل القسمة على 8 بها 1، والسبعة تقبل القسمة على 7 بها 1. الثمانية لو حللتها همين على 2 على 2 على 2 هم ترجع تطلع تعطيني 8. اذا اجيت حللت الثمانية هسه على 2، تعال حلل وياي، على 2 بيها 4، على 2 بيها 2، على 2 بيها 1. اوكي من كل 2 اخذ وحدة، و2 في 2 راح يساوي لنا ايش قد؟ 4. 2 في 2 راح يساوي لنا 4. 4 وانا بدال اختصر هذا الحل كله، ليش هالدوخة هاي كلها؟ اختصر هذا الحل كله وما احللها، لان هاي 8 و7 ما يتحللن، يعني ماكو عامل مشترك بيناتهم، اضرب القبل راح يصير المقام عندي 56. المقام الجديد طلع عندي 56. لما ضربت 7 في 8 طلع المقام الجديد 56، 56 تقسيم 7 راح يصير 8، 8 في 2 16 زائد 56 تقسيم 8 بها ايش قد؟ بها 7، 7 في 5 35، فراح يصير الناتج بهالشكل هذا، 56 تنزل 6 و5 11، 3 و2 3 1 4 1 5، وراح يصير 51 على 56. هذا هو الناتج النهائي لهذا السؤال. طلاب السؤال اللي بعده اللي هو 4 على 6 و2 على 3، 4 على 6 و2 على 3. اجي احلل المقامات، اجي اخذ 6 بالقسمة على 2 بها 3، على 3 بها 1. اجي احلل التلافة همين،
ثلاثة تقبل القسمة على ثلاثة ايش قبليها؟ هسه من اثنين ثلاثات خلت ثلاثة وحدة وهاي اثنين وحدة نزلت كما هي، فاثنين في ثلاثة تصير المقام ستة، صار المقام ستة. هنا ليش حللت؟ لأن اكو عامل مشترك بين الثلاثة والستة، اكو عامل مشترك بين الثلاثة والستة، فهنا ستة تقسيم ستة بها واحد في أربعة أربعة زائد ستة تقسيم ثلاثة بها اثنين في اثنين أربعة، فراح شو يصير؟ ثمانية على ستة، طلع الناتج النهائي اللي هو ثمانية على ستة. السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الناخذ الخامس، هنا أنا معطيني كسور عشرية، طبعا مو كسور اعتيادية، وقايل جد ناتجهم سهل كلش. هنا نرجع للابتدائية، ما الابتدائية هنا ايش راح نسوي؟ بوعد هذني تخلي لي الأربعة والستة والثلاثة والسبعة بدون فوارس، شيل الفوارس من عندهم رجاء شيلهم، خلي الإشارات والإشارة الأصلية اللي هي الموجب. فإشارات مش شابهة، أنا إيش عندي إشارات مش شابهة؟ ننزل وحدة ونجمع. إيش أكو قانون؟ إذا إشارات مش شابهة ننزل وحدة ونجمع. ستة وسبعة 13، 3 باليد 1، 4 و 3 7 و 1 8، ورا المرتبة كم فارزة؟ ورا الفارزة كم مرتبة؟ فحليتها بهالشكل هذا وطلع الناتج النهائي، رجعت الفارزة ما بي أي صعوبة بس شوية تركيز. طلاب هسه راح نكمل حتى يبقى لنا سؤال واحد ونسوي واجب بيتي. هنا مقامات مختلفة وما بيهن عامل مشترك، فقبل اضربهم راح يصير المقام 20، 20 تقسيم 4 ب 5 في 3 15 ناقص 20 تقسيم 5 ب 4 في 6 24، فراح يصير 20 14 تروح هنا راح تدايل. اوكي طلاب 14 يروح 5 تبقى 9 صح لو لا؟ وواحد يروح واحد والاشاره سالبه. هذا طلاب الاخير هذا اريد واجب بيتي، اكتبوا لي اياه بالتعليقات. شكرا لكم والى اللقاء.